نحن من أهالي خشام والطابية ومظلوم مراد وحطلة والحسينية الصالحية، سبع قرى مشردة منذ سنتان، لا ماء ولا كهرباء ولا مأوى ولا تعليم، لم يقدم لنا شيء من أي من من أي من من من, من, من أي شيء من أسباب المعيشة. فنحن مشردين منذ سنتان ولم أحد ينتبه إلينا، ونريد أن نرجع إلى ديارنا، نريد أن نرجع إلى ديارنا بأي طريقة، وسنبقى نجتمع ونتظاهر أمام كل العالم حتى نرجع إلى قرانا شرقي نهر الفرات، لأننا مللنا أكثر من سنتان لم يقدم لنا شيء. نحن مشردون في منطقة العزبة في البادية، لا مسكن ولا مأوى إلا الخيم والغرف الطينية. نرجو من أهل الضمير العالمي أن نرجع إلى قرانا سالمين، وسنبقى نعتصم على المعابر حتى نرجع إلى أهلنا بإذن الله. تريد نرجع على بيوتنا؟ مهجرين، إحنا قاعدين بالعزبة، لا مي لا كهرباء. أنا مواطن سوري من قرية حطلة، يعني أنا مثل نفسي مثل المدنية البقية من قرية حطلة وخشام ومراب. أنا نطالب بالعودة على حطلة، على بيوتنا، أصحاب مهجرين بظهرة بالبادية من أشياء هذا، نطالب بس بالعودة جو. بس هاي طالب بيه الشيعة، ما أعرف شو يريدون منه الشيعة، ما أعرف شو يريدون منه. ها شو اللي يريدون منه هذول؟ نريد نرجع بيوتنا، ها بيوتنا، ملكنا مو حرام عليهم، قاعده بخيمه، هاي مو حرام والله. سبعة اشهر جوا الحاوز جاعد، حسب الله ونعم الوكيل عليهم. كل ما اقول ما اقول بيوتنا.